السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نتعلم رسم هذا البراكيت اللي نشوفه أمامنا. كان هو يتكون من جزئين اللي هو القاعدة وهذا الذراع. فأول شغلة أسويها إنه أنا أرسم القاعدة اللي راح تكون على الرايت بلين. أرسم هذا القاعدة على الرايت بلين، أسوي لها اكسترود. بعدها أرسم الذراع اللي هو راح يكون على الفرونت بلين. لاحظوا هنا الفرونت بلين هو ينصف لي هذا الشكل إلى جزئين. فمن خلال هذا الفرونت بلين أني أقدر أرسم الذراع عن طريق أيضا الإكسترود كارت. في هاي الحالة أنا حيكون عندي خطوتين لرسم هذا الشكل. خلينا نبدي، نفتح رسم جديد. أول شيء أتأكد من الوحدات، إنه أنا عندي مليمتر. بعدها قلنا ناخذ الفرونت بلين، خلينا نرسم عليه اللي هو شكل المربع أو القاعدة. الأبعاد اللي عندي حسب ما نشوف هنا بالصورة، عندي 400 × 400، وعندي هنا هذه الفتحات 20، عددهم 4، تبعد 50 × 50. نرجع هنا نثبت الأبعاد اللي عندي، هاي 400، هذا البعد 400. نيجي هنا نختار الدائرة، خليها لعبة تعيين، مشكلة. نحدد القطر اللي هو 20، ونحدد إن هو يبعد من السنتر. نختار هذا اللاين، يبتعد عندي 50، وعن طريق هذا اللاين مع هذا السنتر راح يبعد أيضا 50. طبعا نريد نرسم بعد الدوائر البقية، نقدر نعيد نفس يعني الخطوات، بس الأفضل أروح على هذا الرياز اللي هو Linear Sketch Pattern. من عنده أقدر أني أوزع الدوائر. بمجرد ما أختار هذه الدائرة راح تظهر عندي هنا دائرة إضافية. أقدر هنا هاي بالنسبة للدايركشن واحد، أقدر بالنسبة للدايركشن اثنين أضيف دائرة أخرى، راح يكون عندي هنا 4. طبعا بما أنه هو 400 مليم، وأنا عندي يبعد منها 50 ومن هالجهة 50، فإذا راح يظل لي 300، فهذه راح تكون 300، وهذه أيضا حتكون 300. إذا نجي هنا نلاحظ الدوائر توزعت بصورة متساوية. نقول له أوكي، هسه هنا توزعت بهذا الشكل. هل الإعاز يفيدني إنه أنا إذا أريد هذا القطر بالمستقبل أغيره؟ يعني ممكن أسويه 50. لاحظوا هنا الأبعاد كلها راح تتغير عندي بالنسبة لباقي الدوائر، فأرجع على 20. هذه الشغلة اللي أنا أقدر أستفاد منها بالنسبة لهذا الإعاز. نجي نسوي الإكسترود. قيمة الإكسترود اللي عندي أو الثيكنس هو 25 حسب ما موجود بالصورة. نحدد منه 25، نقول له أوكي. لاحظوا شغلة قبل ما أجي أرسم الجزء الثاني، خلينا نسوي له إديت سكتش. مثل ما تشوفون أني هذا المربع اللي عندي رسمته بالسنتر، أخذت اللي هو السنتر وليس الزاوية. يعني إذا بدينا من الزاوية هنا راح يختلف عندي شغلة. يعني إذا بديت من الزاوية وأخذت المربع بهذا الاتجاه راح يختلف عندي شغلة هسه أجي عليها. المهم إحنا خليناه بالسنتر السبب حتى ينصف لي الشكل البلين اللي أريد أرسم عليه البلين الآخر اللي هو الرايت بلين. لاحظوا هنا مجرد ما أسحب هذا الرايت بلين هو راح ينصف لي هذا الشكل، فأنا أرسم الذراع على الرايت بلين. فهذه طريقة ممكن أني أستخدمها بدون ما أسوي بلين جديد وأرسم عليه. نختار الرايت بلين، نروح على السكتش، نقول له سكتش. هنا أنا نقدر ندوس اللي هو رايت كليك ونقول له نورمال تو، راح يعطيني النورمال بالنسبة إلى الرايت بلين. فاحنا خلي نسويه بهذا الاتجاه وناخذ الرايت بلين. اوكي، مشكلة بهذا الاتجاه. نروح على الصورة ونشوف الأبعاد عندي 350، 75، وارتفاعه 250. ارتفاع هذا الشكل 250، راح يكون عندي
مائلة بزاوية معينة 75، وهذا 350. نرجع نغلق الشكل طبعا حتى نرسم الذراع. نخلي الأبعاد في النهاية 350، وعندي هذا البعد 250، وعندي هذا 75. كملت هاي الأبعاد اللي عندي. هسه أروح على الإكسترود، شوفوا هنا، لاحظوا هو ما نصف الشكل. هسه الذراع، والذراع عندي ثيكنس 25. إذا نرجع على الصورة، ثيكنس 25، بس هو مو بالمنتصف. إحنا شلون نخليه بالمنتصف هذا الذراع؟ هو رايح باتجاه اليسار. إذا تشوف هنا، روح من هنا على هذا الدايركشن واحد، نجي نختار اللي هو الميد بلين، يعني هذا البلين اللي أنا رسمته حيكون هو بالمنتصف. فنصف لي الشكل أو الإكسترود راح يكون باتجاهين، يعني نجي نقرب، وهذا الرسم الأصلي اللي عندي راح يسوي لي إكسترود باتجاه نفرض اليمين وباتجاه اليسار. فهنا راح يكون 12.5 بهذا الاتجاه و 12.5 بهذا الاتجاه. فنقول له أوكي هنا. لاحظوا شلون تكون عندي هذا الشكل. فالرسم الذراع بالمنتصف، والرايت بلين هو نصف لي هذا الشكل اللي تشوفوه أمامكم.